على مسؤولية المسؤول أمامه الشعب الذي اختار قلق من أنه لا قدر الله لو كان فما لا في 25 جويلية يقرر الشعب أنه يحقق الحلم القديم للرئيس. ما نعرفوا هذا الاستفتاء في البلاد العربية ولا قلت لهم مرة طلبة نتمنى نظم استفتاء وجود كل الاستفتاء السبب خاطر ديما 99% 99% وافق الشعب وافق حتى على المشرق على الاستفتاء. ولكن هذاك كلام الليل. كان الليل حالكا والظلام طويلا وشديدا ولكن بدأه النور يشع ليلة 25 من شهر جويلية يشع في الأرض. فمنذ انبعاث ذاك النور الحامل لرسالة إنقاذ تونس والبشرية جمعاء صارت له أحلام أخرى ومشاريع أخرى صاغها بنفسه لنفسه. قال صغير الزكراوي الهدف من الاستفتاء هو إضفاء مشروعية شعبية على دستور سيد الرئيس دستور الذي كتبه بنفسه ولنفسه صاغها بنفسه لنفسه فتسربت لها أخطاء فأعاد صياغتها ونشرها وحث الناس يوم الصمت الانتخابي على تبنيها وتمناوا الداعمين أن تكون المشاركة كبيرة باش تكون الشرعية كبيرة وباش يتمكن الرئيس من العمل في أريحية لكن صار العكس. قال الزكراوي المفروض عندما نؤسس لخاصة جمهورية جديدة بفكر جديد بأدوات جديدة مستحدثة لابد أن تكون نسبة الانخراط في هذا المشروع لأنه مشروع الرئيس سيد الرئيس فلابد أن تكون النسبة محترمة. أنا أعتقد أن النسبة يجب أن تكون أكثر من 50%. الرئيس لا يمكن أن يعمل في المرحلة القادمة بأريحية يعني هناك مشروعية يعني ضعيفة وكان لازم المشاركة تكون أكثر لأنه في الأول وفي الأخر الفائدة حاصلة لكم أنتم ولأحلامكم أنتم. وبالتأكيد سوقتم لفائدة المشروع سوقتم لفائدة ما تصبون إليه ولن نخيب معا أمالكم وطموحاتكم وأحلامكم فأنتم دخلتم مرحلة جديدة من التاريخ. على هؤلاء أن يفهموا أن الشعب التونسي دخل مرحلة جديدة في التاريخ مرحلة الجمهورية الإخشيدية الجديدة مرحلة دخلتولها بعد تشويق مضحك وحائرة كاذبة وخشية زائفة وتخوف كوميدي من عدم مرور مشروع الدستور ومن قدرة الفاشلين السابقين على إقناع الناس بالمقاطعة أو برفض المشروع. أولا لتجديد التعبير على الموقف اللي هو موقف المقاطعة وقفة احتجاجية في غير مساهمة في التعبئة من أجل إسقاط استفتاء قيس صعيد ونشكر الشعب التونسي اللي لم ينخرط في هذه المهزلة وهذه الجريمة اللي هي جريمة ضد الإنسانية. فالشعب لفظهم والبلاد ستذكرهم بخير لأنه بسببهم ارتموا في المجهول بسببهم يكفي أنه تكون نظيف نزيه إيه نظيف عامل نزيه على عباد نظيف فقط لا غير لا إنجاز ولا منجز فقط يكفي أن تكون نزيه نظيف كي تتحكم في مصير بلاد دون رؤية ولكن كل الخوف والتخوف والخشية أنه نقضيه الفترة القادمة بنفس النسق وبنفس العادات فشل يقابل تبرير عاجز يقابل تحميل المسؤولية للآخرين لا إنجاز ولا منجز لهم شعبوية وتغذية للتفرقة فالاستفتاء لم ينهي الانقسام. قال الزكراوي التنافس بعد تمسك بالدستور 2014 والمنتصرين تمسكون بدستور 2022 فأعتقد أن الاستفتاء لم يضع يعني حدا للانقسام الذي تشهده البلاد. ولكن بمرور الدستور هل يمكن الجزم بأنه صعيد انتهى من تركيز سلطاته ومشروعه؟ لا ليس بعد فما زالت خطوات أخرى أولها تغيير القانون انتخابي تمهيدا للبناء القاعدي. بطبيعة الحال لابد من وضع قانون انتخابي جديد وخطوة أخرى بدأت تمهيد لها كالعادة وهي الأحزاب والدولة وحدها لأننا حينما نتجه إلى الصلاة نتجه إلى الكعب وليس إلى مقرات الأحزاب. هل ستحل أم سيهيئ لها أسباب اندثارها بشكل تلقائي فتعوضها روابط حماية المسار عفوا التنسيقيات عفوا هل ستعوضها جمعية التلون أم نادي تفريخ بنتومية وقصاص ومخلوف جدد أم ستعوضها دار صباغة السترات البالية؟ طبعا من واجبنا أنه في الأخر نقول لا لخرق القانون نعم لإرادة الشعب أما من غير مبالغة عاد. وأعيد وأكرر أن 17 من ديسمبر كان ارتفاعا شاهقا غير مسبوق في التاريخ واليوم سنرتفع إن شاء الله أكثر فأكثر. لا للمساندة العمياء للحاكم الحالي أو الحنين الأخرق للحكام السابقين نعلم جيدا أنه في الجانبين فما أشخاص عقلاء نعم للأخذ برأيهم ونعم لاحترام إرادتهم وفي الجانبين أيضا أشخاص حاقدين انفعاليين إقصائيين هذوكم بالذات لا يمكن التعويل عليهم في بناء تونس جديدة هذوكم بالذات.